بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، هذا الفيديو هو عبارة عن شهادة وفاة رسمية لنظام التربية والتعليم في العراق، هذا النظام الذي كان يتربع على عرش مستوى التربية والتعليم وجودة وكفاءة التعليم في الوطن العربي بدون منازع، كان العراق رقم واحد. هذا الفيديو اليوم صورته بتاريخ 13/12 في أحد المدارس التابعة إلى حكومتنا المركزية الاتحادية لوزارة التربية والتعليم، التي بهذه الوزارات المتعاقبة فعلت ما لم يفعله هولوكو المغولي بالتعليم العراقي. اليوم جئنا أنا ومجموعة من أولياء أمور الطلبة والطلبة لاستلام المنهاج الدراسي العام الجديد، فوجهنا أحد الموظفين الكرام للصعود إلى الطابق الأعلى من أجل استلام الكتب، فسألنا للاستلام في أي غرفة في الطابق الأعلى؟ قال في التواليتات. نعم، جلكم الله، في التواليتات. صعدنا إلى التواليتات حتى أشوف هذا الكلام اللي يقوله صحيح، وإذا بالكلام صحيح للأسف، وهذا هو واقع حال التربية والتعليم. أول ما تبدي هذا من أول وثاني أول ما يجيش إلى قل هو الله أحد. أول ما تدخل كان في لك طلب العلم فريضة، استغفر الله العظيم، طلب العلم فريضة. هاي أنت تجي كتب، شوف الفاليتات، لا حول ولا قوة إلا بالله. المدرسة فارغة، كل الصفوف فارغة، ما قدروا يخلون بها الكتب حتى تستلم. شامرين هاي كتب التربية الإسلامية والقرآن، غضب الله عليكم بالتواليتات. هذه الكتب بالتواليتات، دوسون علي هذا لفظ الجلالة، دور لقط وإلقي. هذا نظام وزارة التربية والتعليم، وهذا الفيديو هو عبارة عن شهادة وفاة رسمية بما يسمى بالتربية والتعليم. الصف الأول تجيب التواليت رقم واحد، الصف الثاني التواليت رقم اثنين، هكذا أنت وشطارتك. نظام توزيع الكتب هنا اسمه نظام كل من له دور لقط وإلقي. هذا نظام وزارة التربية والتعليم. مشكلة أكو مسألة أخرى، هسه الأخ نبهني إلى هذا، هسه المفروض لو كان حكومة يفتحها، يعني والله ما أريد أجيب اسم المدرسة حتى لا يقولون استهداف أو تسقيط. طبعا احنا الغرض من الفيديو مو تسقيط، لأنه ساقط لا يسقط والمعدوم لا يعدم. حسبنا الله ونعم الوكيل، مشتكى لله.